لو الحكاية فيها إن فيتو انا بس اقصد ايه ان هو اتاثر بالحدث فنتيجه تاثره يعني الطفل اللي مات عندنا ده ده مات نتيجه ايه؟ نتيجه ضرب النار ما بين ده وما بين ده. فالولد اتوفى، الولد ده عنده 10 سنين. فانا اقصد المتضرر مين؟ البطل ما بيتضررش بحاجه، مين اللي بيتضرر؟ الناس. فانا عايزه ارصد بس الحاله بتاعتكم. يعني الحاج ده نسمع ان هو كبير في السن، هو عنده كام سنه؟ لا مش كبير، 40 بس مش صغير يعني. يعني يقدر يستوعب يعني؟ اقول لك هو اتوفى وبنته لسه ما دخلتش. لا مش كبير، لا كبير فين؟ مش كبير في السن. صرت معاه انا اقصد ان هو يسمع، اقصد ان هو يسمع ضرب النار ما يتاثرش بيه. لا هو اتاثر ما صحيا. لا هو اصلا كان عنده حرقه فعامل دعامه وقسطره وكده، بس من غير صور. انا يعني بكلمك كده، هو عامل قسطره ودعامه، فطبعا ما استحملش طاقه الخضه مع ضرب النار مع تفجير الغاز وكده، فطبعا ما استحملش تحمل. هما كانوا ماشيين في الشارع بيضربوا نار. ايوه هو يعني فوجئ. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في حرب. يعني هو فوجئ، يعني الخضه وده كله بسبب كده. هو كان جاي من مصر، وكان جاي من مصر من عند الدكتور، وعن شرط يعني الدكتور قاله كويس ومفيش اي حاجه ومشي على العلاج ومفيش اي حاجه. ف الحمد لله، يا نصيب والحمد لله. هي بتصور فيديو.